الأستاذ عماد الأزرق، مدير مركز التحرير للدراسات والبحوث. مساء الخير يا فندم. أستاذ عماد، مع حضرتك. أهلا بيك يا فندم. ويعني كلمنا عن دلالات هذه الزيارة، وخصوصا إنها تأتي بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني اللي رفع فيها مستوى العلاقات المصرية اليابانية لمستوى الشراكة الاستراتيجية. والنهارده كان في حديث كتير من كلا وزيري الخارجية البلدين عن تدفق استثمارات يابانية لمصر، وعن عودة التعاون الاقتصادي، وعودة الرحلات بين القاهرة وطوكيو المباشرة عن طريق شركة مصر للطيران. بالظبط، يعني بالتأكيد يعني زيارة وزير الخارجية الياباني لمصر تكتسب أهمية كبيرة، وهي بتترجم حجم العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية ما بين البلدين، ورغبة القيادتين السياسيتين في الدولتين للحفاظ على الزخم اللي بتكتسبه هذه العلاقات، خاصة في أعقاب زيارة رئيس وزراء اليابان في أبريل الماضي ورفع مستوى العلاقات المستوى الاستراتيجي كما ذكرت حضرتك. وبالتأكيد يعني اليابان بتنظر لمصر بأهمية كبيرة، وكما ذكر وزير خارجية اليابان اليوم، فاليابان بتعتبر مصر هي الدولة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وهذه في هذه المنطقة اللي يعني بتلعب دور محوري مهم في السياسات الخارجية للكثير من دول العالم، وخاصة الدول الآسيوية. وبالتأكيد هناك تنافس كبير على محاولة تعظيم وتعضيد وتوطيد العلاقات مع مصر من عدد كبير من دول العالم، لما لها من أهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، ولما تلعبه من دور محوري في السياسة والاقتصاد طيب أستاذ والحفاظ على عماد، لو الأمن سمحت والاستقرار لي، في لو المنطقة فكرنا العربية. من وجهة النظر اليابانية، ماذا تريد اليابان من مصر؟ وخصوصا أنه بعد انضمام مصر لبريكس، الاجتماع اللي كان معمول أمريكا، اليابان، كوريا الجنوبية، بدأنا نشوف وفد مهم جدا من الكونجرس الأمريكي في مصر يؤكد على التعاون والاقتصاد والاستثمار. وزير خارجية اليابان بعدها ربما يأتي منصب مهم من كوريا الجنوبية. إيه اللي بيحصل بالضبط في رأي حضرتك؟ يعني زي ما قلت لك ان في يعني تنافس دولي على تعظيم العلاقات مع مصر، هناك يعني تنافس لا يخفى على احد من التنافس الصيني الامريكي وما يرتبط من دول ترتبط بمحاور وتحالف مع كل منها. اليابان بالتاكيد تقف في صف الولايات المتحده الامريكيه، وهناك تنافس كبير ما بين اليابان و الصين بشكل اساسي، سواء تنافس سياسي او اقتصادي او يعني حتى اعلامي. هناك صراع على منطقه الشرق الاوسط وعلى النفوذ في الشرق الاوسط وافريقيا، كل من دول العالم تحاول ان تجد لنفسها موضع قدم وان تكتسب صداقه لدول هذه المنطقه سواء في افريقيا والشرق الاوسط. انضمام مصر الى تجمع بريكس بالتاكيد سيحفز الكثير من دول العالم التي تخشى من هذا التجمع أن تحاول أن تعدد علاقاتها مع مصر وتوثق علاقاتها مع مصر والسعودية والإمارات والدول التي انضمت حديثا إلى بريكس، خاصة وأن يعني هناك اجتماع حاليا لتجمع لمجموعة العشرين، الرئيس الصيني والرئيس الروسي اعتذر عن الحضور، والبعض يرى أن بريكس هي تنافس تجمع او مجموعه العشرين وتدخل في منافسه مع مجموعه العشرين، وبالتالي هناك الموضوع يدخل في صراع وتنافس سياسي اقتصادي ما بين القوى الكبرى، وبذلك بشكرك يا يمكن فندم. للدول الناميه ان تستفيد من هذا التنافس الكبير في الحصول على المزيد من المكاسب. شكرا جزيلا عماد الأزرق، مدير مركز التحرير للدراسات والبحوث.